feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Oh. مدمعين بمن الآخر وهلأ عايشين عكيفون. لما بتسمع أغاني بتقول أكيد عنده انفصام فني. بلش بنت مش اختي ويبوس لتيبا وخلص بقلبه على اليمين. رحبوا معي بابن مستار الشاب الحلي والافندي نادر لطيف. حطت ايد ع قلبي وقالت لي ما في حرارة ما عندك قلب يا خسارة ما عندك قلب بدنا نتفي ورح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحك جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب حطت ايد ع قلبي وقالت لي ما في حرارة ما عندك قلب يا خسارة ما عندك قلب بدنا نتفي ورح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحك جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب يلا مع بعض قلبي على يميني كل ما انت ع يميني يرجع على الشمال لما بشمال تضميني قلبي صاير هاي طاير مطرح ما بتكوني كل ما انت بخير عن قلبي ما قلبي صاير هاي طاير مطرح ما بتكوني كل ما انت بخير عن قلبي ما بسأليني حطت ايد ع قلبي وقالت لي ما في حرارة ما عندك قلب يا خسارة ما عندك قلب يب لو عن قلبي ما بخبر ما تقولي عني متكبر تارك لك عيني تعبر شو عندي حنين نحنا صرنا شخص واحد مش وحدة مغرومة بواحد مش خمسة بعيون الحاسد خمسة وعشرين لو عن قلبي الله 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 أهلا وسهلا فيك مساء الخير اسم الله اسم الله اسم الله شكراً شكراً صباح الخير مرحبا كيفكم نادر كيف حبيبي تمام اهلا وسهلا فيك حبيبي اهلا فيك قلبك يمين ولا شمال معكم هون اليوم معنا نحن من كثرة محبتنا لك قعدناك على اليمين لانه قلبنا كمان على اليمين نحن معك نادر لطيف وانا كمان كثير عم نفتتح هذا الموسم معك نادر اهلا وسهلا فيك وانا مبسوط فيكم مساء الخير عليكم مساء الخير على الجمهور ولا ام تي في حبيبات قلبي نادر ما بدي جاملك بالاول واقول لك كل غنية بتنزلها بتكسر الدنيا بس فعلا هيدي الغنية نزلتها كسرت الدنيا شو السر؟ الحمد لله كانت جديدة يعني أول ما عملناها أول ما سمعتها سمعني إياها فارس اسكندر حسيت عم بسمع شيء جديد وموضوعها هيك حلو مهضوم واللحن بيشبهني يعني اللحن هيك لذيذ وخفيف فالعالم هلا عم تحب الأشياء السهل الممتنع مثل ما بيقولوا كانت غنية فيها ريسك ما في غنية بتعرفها أنت إنه ضاربة بس أول شغلة أول شغلة بدك تحبها أنت على الصعيد الشخصي فنزلنا فيها وكتر خير الله نادر دائما بتلاقي انت الكلمه المناسبه ودائما كل كلمه هيك فيها هيك تويست خاصه فيك وفيها ريسك هيدي الكلمه لانه مش دائما بتروح على الكلمات العاديه او العبارات العاديه وهذا الشيء اللي قلته بالانترو في كثير غيرك مثلا من الفنانين خسروا لانه راحوا صوب الفيلغاريتي وقت استعملوا هيك كلمات انت لا بعدك لهلا عم تقدر تحافظ وهذا الشيء عم بيكون بلس لك الحمد لله بدك على طول جرأه يعني حلو الواحد هيك يتجرأ بالمواضيع
ما فيك خل هاي ايام اصلا الغنيه يعني السوق صار بده هيك بحب العالم هيك نوع جديد من الاغاني ما بقى حبيبي وحياتي واشتقت لك وكذا اوكي بعدها الا ناسها بس على طول بنفتش على شيء جديد بس انا بيير الجرأة اللي بشوفها في غنياته ما بشوفها في طبيعته لما بشوفه هيك يعني كانه فيري نايس جاي مانو باد بوي مثل ما بده انت تعرفت على خيو الباد بوي as first impression يعني هيك من الارض يعني لا بدي افرطها بدك تشوف الحلل شخصيات شو بدي حلل ما شايفتك اول مره سو ما عندي حلل ولا شيء انت باد بوي بالحياه العاديه لا الحمد لله نحن يعني تربينا صح ما بيقولوا بالبيت بيت اهلنا بيغلط معنا بنضربه لا بس باد بوي مش بال لا شغله مش منيحه يعني بس الفكره انه بفتكر ايه شقي ما فيك ما تكون شقي بالحياه ما فيك تكون هيك كثير رخيها يعني بس انت هيك شقي مثل ما تغني يعني مش مثل بالاغاني انا ببوس ثياب وقلبي بيروح وبيجي عادي يعني نادر الفيديو كليب حضرته وكثير حلو لاستاذ سعيد المروق اكيد من حي سعيد المروق مزقف له سعيد حبيبنا سعيد صديقنا تحيه كثير كبيره له السؤال هو قلبي على اليمين وغنيه رومانسيه نوعا ما مع انه صوتها الريتم تبعها منه رومانسي بس ليش حاطط السلاح والاعدام والحبس ليش هلا ما بعرف انه ليش فيها هالتام هيدا كنا عم بحاول اول شيء انه ليش هي الاعدام العالم ما كثير فهمته ليش بس فكره حبينا نحط الفكره انه انا ما بيصير لي شيء انه ما صبوني يعني قلبي على اليمين غير العالم عرفت ما صبوني كنا اول شيء بدنا نحط انه صبوني على على الشمال طلع قلبي مش على الشمال بس لقيناها حتكون كليشيه فحطينا هيك بدون ما نوضحها كثير طلع العالم ما صبوه عرفت كيف العالم ما صبوه نادر منيحة سؤالي نتفي لاحق السؤال السابق صوتك كثير حلو والاغاني عم تضرب مع انه يمكن منا الاغاني اللي حدا مثلي بحبها بس لها جمهور كثير كبير يعني انا يمكن بفضل على صوتك اللي هالقد حلو يكون اغاني كلمات يعني اتقل شوي اغاني اتقل بس هو عم تنجح فيهم وكثير منيح وهذا المطلوب اللي ما حبيته هو الفيديو كليب يعني حسيته اول شيء بده تفسير مثل ما عم بتقول ومن جهه ثانيه مثلا ادائك على المسرح شيء وادائك بالفيديو كليب ما بيشبه يعني بتمعن الكلمات باشارات العين القلب العين هيدا على المسرح ما بتعمل هيك يعني عندك انتقاد ذاتي كافي تأوقات بس تسمع هيك نوع حكي او تسمعها من غير ناس ترجع تعيد النظر وتزبط امور تضلك طالع طلوع انا انتبه وقتها قررنا نقدم هذا الكليب وهيدي الفكره كنا عم نفتش على شيء جديد على اطلع انا من حالي يعني مثل ما قلت اول شيء بين عن شيء جديد فيي انا على المسرح بس يكون في لايف وفي عالم وهيك على المسرح انا بجن مرات بخوت بطلع من حالي يعني مع بكون مع فرقتي وفي صخب موسيقى وهيك بعملهم هول الحركات اللي عملتهم بالكليب يعني مش بعاد عني كثير انا مش يعني موجودين فيي بس الكليب بالذات التكنيك اللي كان موجود وقت عملنا الحركات التكنيك هاي التسريع والتبطيء هذا تكنيك عالي جدا يعني في ابداع بالاخراج كانت هدف سعيد انه يطلعه وبفتكر انا حصلت على اللي بدي اياه من الكليب يعني العالم كثير حبت والعالم حتى الفنانين نجوم يعني اللي هنوني على الكليب كانوا كتار وحبوا شيء جديد خي شيء مختلف انا عارف انه يعني عارف في عالم حتحب في عالم ما حتحب مثل اي شيء بتعمله ما في شيء بيلاقي اجماع بيرضي الكل بس اللي حصلنا عليه كتر خير الله من كلامك سوري بنحس شوي في بزنس مايند عم تحكي يعني هلا اكيد يور ان ارتست بس انه في العالم رح تحب جيب ارقام عملنا هيك يعني بحس انه اولموست انه اي ونت انفست ماي ماني عندك هلا انه عرفت نحن اول شيء هذا الموضوع اكيد في عالم بدها تحب نحن بالنهايه عم نقدم فننا للعالم اكيد بس منقدم شيء نحن بنحبه يعني نحن نكون مقتنعين فيه مش شيء ما حدا غصبنا نعمل هيك نحن حابين نعمل هيك والنتيجه كانت حلوه زبطت عرفت دارو نادر هل انت مع مقوله اكثر ناس عرفوا الصح هن يلي عملوا غلط
ودقني طويلة، أنا قطعت على الهيبة مش هيك. أصلا الهيبة عندكم فوق. بالضبط على فوق. يعني أكيد بعد الخبرة بالحياة واحد لازم يمر بأخطاء ليعرف معنى الصح. شو أبرز خطأ عملته؟ خطأ فني، ما بدي أحكي عن النطاق. خطأ فني بعد ما في خطأ، يعني خطأ مميت. لو في خطأ مميت ما مش بقاعد معكم هلا. طب خطأ شخصي. بس خطأ شخصي خيي، لا مش هو خطأ. يمكن مرات واحد بيكون كل العالم بتغلط، ومرات واحد يعني يمكن تأخير شوي بمحل ما على الانتاجات. يعني انتاجات مفروض تكون انتاجات اكثر، يعني عدد الكميه الاغاني اكبر من هيك، لانه انا مطالب. يعني في المحبين بيطالبوا انه بنحب نسمعك اكثر. يعني كنت بتتمنى هالغنيه اللي هي غنيه مسلسل الهيبه تكون لك؟ انا كل عمل حلو وبيكون بيلاقي رواج اكيد بتمنى يكون الي، بس اللي عم بيغني هذا العمل بيستاهل يكون له. نصيف زيتون اكيد. طب نصيف اذا بنسمعها بصوتك كيف تطلع؟ بعرف عندي ماضي ونقط سوداء ما بتنعد، واني عامل اشياء ما سمعتي عنها بعد. بعرف عندي ماضي ونقط سوداء ما بتنعد، واني عامل اشياء ما سمعتي عنها بعد. الله. نادر، انا بدي كمل على بيير شو كان عم يحكي عن بس انا بتخد شوي بالبيرسونال اكثر. يلا. شخص مثلك صار لك بالفن، والفن بنعرف عنده كثير تمبتيشنز، عنده هيك اغراءاته الخاصه، وعم نشوف في كثير فنانين عم يوقعوا باخطاء معينه، ان كان يعني في صيت معين عم يلحق كم فنان، انت كيف عم تعمل لتتفادى هيدا الشيء؟ يعني ان كان بركي بالالكول، ان كان بالتعاطي المخدرات، ان كان مثلا بالنسوان، يعني انت اسم الله عليك ضامت من كل شيء، كيف عم تتفادى هذا الشيء؟ الحمد لله. اكيد الحمد لله. اكيد هلا مش ضامت، مش انا عم بشتغل. مش انا عم بشتغل لاظمت، انا ضامت خلقه. يعني انا ما بعمل من هالقصص، بعيد عنهم الحمد لله. فهيدي نعمه. يعني برجع بقول لك للمربى بالبيت، يعني في اشياء الممنوعه معروفه شو هي الممنوعه. الاخطاء اللي ممكن واحد يعني يبتلي فيها مثل ما بيقولوا، بدعى لله على طول هيك يضل عطيني القوه اني ما انجر لهيدي المواضيع، ويضل في الله وفي الاهل وفي المربى. يعني المخدرات فهمنا، النسوان شو كمان بعيد عن كمان بعيد عن خلص. يلا بدنا نسمع. هو مش ممنوع، ما حدا ما حدا ما بحب النسوان، بس الحياة كيف ما حدا ما بحب النسوان، خاصة اذا كانوا هيك النسوان امامي. شو بتسمعهم للنسوان؟ شو بدنا نسمعهم؟ ما بيخلص اذا بدنا نسمعهم. هلا يعني شو بدنا نسمعهم؟ بلش بالليلة. من تونس الخضراء، من تونس الخضراء، نادر صرخ حبيتها، نادر صرخ حبيتها. من تونس الخضراء، من تونس الخضراء. اسم الله عليكي. خلص. ايوه دغري. طب ولارولا قاعده شو بتحب؟ انا من البقاع. من زحله. من زحله الكعده. وليل عندي بك يا ماما، هو ليش حبلت وجبتيني، وانا عرفتيني عيرولا، انا وظلمتيني ظالمة، قتايلة الشقرا قتايلة. اسم الله عليك، اسم الله عليك. نادر، كنت انت ومايا دياب من اعز الاصحاب؟ كنا اصحاب. ايه اكيد. مايا حبيبه قلبي، ومايا كيف؟ نجمه كمان. بعدنا كمان بطلتوا اصحاب؟ يعني بطلنا كثير. كمان بطلنا اصحاب؟ لا مش بطلنا، مش كنا وبطلنا، بالعكس. مايا على طول من اول علاقتنا بكنا لها كل الاحترام وبحبها كثير، وهي نجمه كلنا بنحبها.
مرة تركت حفلة وائل وراحت حضرت لك حفلة. مش لهالدرجة، مش تركت، وقتها انحكى هيك بالصحافة، بس مش إنه تركت الحفلة وإجت، بالعكس هي حبت تجي لأنه سامعة، كانت سامعة إنه أنا الجو حلو كان، وكنا بحكم الصحبة كمان إجت أكيد، بس ما تركت شيء يعني، كانت حفلتها بالعكس، وطلعت كسرت المسرح بحفلتها واجيت، وانا رحبت فيها وطلعت وكسرنا المسرح انا وياها بحفلتي. نادر انت مشتركنا ابدا، المسرح هون لتكسره، يعني توقف للحظات قليله مع العلين دغري من بعدها المسرح لك تتكسره مره ثانيه، اتفقنا؟ يلا بريك، اول بريك ثاني بحلقتنا، ما تروح على محل، خيكم عم تتابعونا، خيكم عم تتواصلوا معنا، بريك وبنرجع. وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب. بدلتني ورحت بكي ورح اخسر عشباب الضحكة، جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب. متابعين للاخر لليلة باول حلقة مع البطل نادر لطيف. بطل ها؟ بتعمل سبور كثير ولا لا؟ بعمل نصحان شوي هلا على رمضان. شو بتعمل؟ بتعمل بوكس؟ هلا رجعنا عم ننزل. بتعمل بوكس؟ بوكسينج؟ شو بتعمل؟ لا الحديد يعني. مع بيرسونال ترينر. بالضغط. كارديو شوي لنضل حافظين. ايوه بتحضر كثير مسلسلات. كثير ركز بس هلا. خبرونا بتحضر كثير مسلسلات؟ على التريدميل بتحضرهم ولا بالبيت؟ على التريدميل ولا بالبيت؟ لا بالبيت على رواق. على رواق. شو حضرت برمضان؟ حضرت الهيبة بما انه بخصنا يعني الهيبة و انت عشير؟ نحن ايه يعني نحن عائلة كثير كبيرة، ف نعم. في اكيد عائلة اكبر، ما هي العائلة الكثير كبيرة بتكون اسمها عشيرة، بس نحن كلنا يعني كله هيدي في هيدي النخوة وهيدي الرجولة موجودة يعني بكل العائلة على البكية إذا بدك. بس أنت ما بتحكي بقاعي ولا بتحكي بقاعي؟ ولا بحكي أكيد نعم. يعني كمل بس كمل بقاعي بس أكيد بحكي شو بيه؟ لا بس نكون أكتر فوق يعني بيطلعوا معنا لحال المرات القصاص، بس أنا بالشرف إنه بنتمي لهيدي المنطقة اللي فعلاً عن جد الكرم فوق والعنفوان والرجولة وهذا. في أصوات حلوة كثير. إيه معلوم أصوات. مين أحلى صوت بش مستار؟ أحلى صوت بش مستار؟ في أصوات كثير بس بش مستار، مش بس صوت واحد يعني، في كذا حدا. أنت ولا من حنزان؟ في وائل جسار كمان. نعم. وفي آلان مرعب بالزمانات. زقفني من الخبر. قوي قوي قوي. عادي يعني كل الأصوات حلوة. راشد. كان بدي أسأله شو سر مية مش مستار اللي هي عم تطلع على الأصوات الحلوة من أجمل الأصوات اللبنانية. حبيبي أنت خليلي إياك. خليلي إياك. في شيء إيه في شيء بالهواء بالماء. بس هي والمحبة أهم شيء المحبة. طيب ذكرنا الهيبة والمسلسل اللي تبعته كثير قبل، غنيت لنا مقطع من الهيبة بس ما غنيت لنا أكثر مقطع يلي نحن حافظينه. أكتر ناس عرفوا الصح هن اللي عملوا غلط، فكر منيح لما تحطي أحروف حبنا نقاط. أكتر ناس عرفوا الصح هن اللي عملوا غلط. نادر رح اطرح عليك عدد من الاسئله ب 60 ثانيه، هي رح نعملها بكل حلقه من الاخير، عدد من الاسئله 60 ثانيه، بدك تجرب تجاوبني على اكثر اسئله ممكنه، دائما بدك تجاوب بكلمه واحده وجواب سريع. انت وشطارتك بدنا نشوف اليوم بلشين معك تنشوف كم سؤال تقدر تجاوب. وين بقعد هوني؟ اتفقنا؟ تفضل. ايه ايه حبيب شيء والله العظيم يا جماعة. نادر 60 ثانية، 3 2 1، ملح مزين أو عسل حلانة؟ اثنيناتهم بحبهم بس عسل حلانة. بورش أو دبدوب هدية؟ لامبورجيني. محارب أو مدعوم فنيا؟ مدعوم من الله. عروس من غير دينك أو من نفس الدين؟ من ما عندي مشكلة. برغل على بندورة أو سوشي؟ برغل من إيد الحجة. عروس عذراء أو مش ضروري؟
هذا الجواب هي ذاتها. لا بعقليتنا للاخر للاخر جواب واحد بسرعه على السريع، عذراء ولا لا؟ مش ضروري يعني، في كيس يعني. للاخر كم كذبه بتعمل بالنهار؟ ما بكذب. بدك فضل شاكر يرجع يغني او لا؟ استفدنا لصوته، ايه بنحب صوته اكيد. ظهره مع دليلة خليل او ليليا الاطرش؟ اثنيناتهم بحبهم. ناصب على حدا ولا ناصبين عليك؟ ولا وحده منهم. بوتوكس على الخفيف او فيلر؟ لا ما بحب، خليها طبعا الطبيعه. هلا نور معها حق او عم تكذب؟ ما بدي اقول باللي هي قالت لي اياه، خلص لا مش مزبوط، ما معها حق. من الاخر خلص، خلص 12 جواب ب 60 ثانيه. حلوين حلوين، برافو برافو حلوين. يعني منيح بالاخر. اكثر جواب، اكثر سؤال اخذت وقت تجاوبت عليه هو عروس عذراء ولا لا مش ضروري. بدك يعني تتزوج بنت مش بيست امها غير امها؟ لا مش شرط يعني، هلا صرنا مش شرط هيدا الموضوع، بس مثل عقليه شرقيه بتفضل انه الواحد تكون يا لطيف انه الواحد يحط بيته وحده، بس لا انا مش مع هيك. في يعني بنت تنظلم اذا هيك، في بنات عم بينظلموا بيكونوا عن جد منيح بيفوتوا باكسبيرينس فاشله، فهيدا مش ضروري تكون. ليه فكرت فيها؟ ليه هلقد فكرت فيها؟ لانه ما بدي اقول جواب منهم انفهم يعني اكيد بينه وبين حاله الواحد. اي رجال بحب يكون هو يعني اول مره، اول رجال بحياتها اي حدا. وهي عرفت؟ بتفكر ذات الشيء او لا؟ هي هلا انت عم تحكي حقوق المرأة، هلا انت صرت مع عرفت هيدا. هي ما بعرف اذا بتفكر نفس الشيء، نحن عقليه شرقيه اكثر ذكوريه يعني عرفت؟ انا مش معها ابدا، فكرمال هيك كرمال هيك ما جاوبت دغري. ليلى بن الخليفه من الاخر. من الاخر هذا عمى وامبروفيزاسيون، وان شاء الله مثل ما غنيت على تونس وتزورها وتغني اكثر ان شاء الله. يا رب انا قريبا عندي عرس بتونس ان الله. حلو ان شاء الله. سمعنا شيء لجاك بريل؟ نفرح منه. سر الخزن من الاخر. انا بلشت من الاخر، شو سر بهارتك او شو قلتها؟ نجاحك غير التالنت يعني. الحمد لله. بدي يعني بالنشاط، وبدها حركه يعني. الواحد في تعب كثير، تعب والجهد هو بخليك هيدا، غير القبول كثر خير الله اللي حكينا عنه بالاول، هيدا اهم عنصر. وبتشتغل على حالك في من عند الله. انجريد بوابنا الاخر. نادر بحب اقول لك انه حلو واحد يعمل اغاني شعبيه، وحلو واحد دغري يحكي مع العالم ديركت ويسمعهم مثل ما هن بيحكوا، بس في مسؤوليه هون شوي عليك وعلى كل عالم بغنوا اللون الشعبي، انه ما يروح صوب الرخيص والمش حلو، يضل محافظ على تقلق. اكيد نحن يعني بس اسمع قلبي على اليمين، لانه هالقد حبتها الناس في اذواق يعني. العالم ما حتحب شيء نافر او مش يعني بعيد عن عرفتي، عن تفكيره وهيك يعني، كثير غريب عليها مش حتحبه اذا كثير غريب. فبس انا بعد بقول بالالبوم انه عامل اكثر من 5 اغاني هيك ثقيله يعني. انا قدمت بالقبل، قدمت مره حبيبي كان كمان من الحان الفارس الغناء العربي، مره حبيبي واني وفات، وقدمت اغاني ثقيله عرفتي، فهيك تشكيل. جود لك على كل حال. ثانك يو سو ماتش. بالاخير رشيد محصلي. صوت حلو كثير وحنون حبيبي. ولما بتطلع طلعاتك توصل لاقصى حدود الرجوليه. حبيب قلبي خلي لي بقى بهنيك على الصوت. كلك ذوق حبيبي. ثانك يو. شرج حرب من الاخر. مع انه ظبط لي موضوع الكليب شرف رجع حضر اعطيه فرصه. لا مثل ما قال بيير، انت عن جد على المسرح بتكسر الارض والاغاني كلها بتصيب وهيدا، بس انا بعدني ناطر الالبوم جديد، لانه قلت لك صوتك كثير حلو، حرام يكون بس قصدك اكبر من انه يضل بهاي الاغاني اللي هي خفيفه. اذا هي مضبوط، وبنفس الوقت في واحد يعمل اثنين، لانه كمان هو في هذا الشعبي اللي عم وفي العالم شو بتحب. بجاوبك على لك التوفيق، بجاوبك على الحكي بعد شهرين الله راد ان شاء الله يا رب. لولا كعدة نادر، انا بدي اقول لك مكسر الدنيا يا حبيب قلبي، يا رورو بشكلك وبطياتك، هدول اهل البقاع عندهم هيك، هيدا الشرش البقاعي حبيبتي، وين ما بيروح لفينا على بعض. الواحد يكبر ويكبر ويكبر، هيدا الشرش ما بيروح يا حبيب قلبي. خلي لي كلك ذوق حبيبي. شكرا نادر لذيذ، انت فنان مميز، انت صديق، وانت عندك فعلا نجوميه كبيره. نحن مع بعض التقينا بركي من شي 7 سنين
يا بالزبط. 6 سنين كنت معنا بالزبط. بأول سنة ليلة السنة الشرف كون معكم من الآخر وفعلا كان وجهك خير علينا وفعلا ولعت المسرح ومن سنة لسنة عم نلاحظ قديش أنت اليوم كمان موسيقيا عم في نضج موسيقي وعم تكون موفق دائما بكل غنية بتنزلها مش هيك خياراتك كلها صح تحية كتير كبيرة لعلي خيك لأنه هو بعرف ما بدي أقول الجند المجهول بس بعرف علي قديش كمان حريص على صورتك وعلى خياراتك وعلى مسيرتك الفنية موفق بالألبوم الجديد وشكرا كثير لأنه افتتحت هالحلقة وهيدا الموسم الخامس من الآخر بالتوفيق يا رب على طول بيير انت بتجنن صديق بوجودك دائما ثانك يو سو ماتش شكرا نادر حبيبي باي باي ميرسي